يقول احد العلماء المسح على الراس بالماء مره واحده، واخر يقول ثلاث مرات، فما الصواب؟ الصواب مره واحده، كان يعني يمسح مسحه واحده عليه الصلاه والسلام، يبدا المقدم راسه الى قفاه ثم يردهما اذا كان بدا من هذه السنه. اما ما يروى بعض الروايات ان المسحه ثلاثا فهو ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، المحفوظ مسحه واحده، هكذا جاء في الاحاديث الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح الراس يمسح واحده، والافضل ان يكون يبدا المقدم الراس ثم يذهب بيديه الى قفاه ثم يردهما اذا بدا منه. واتقى الله الجميع، الله وسلم.